نفاحة الطيب كأفواه القوارير، تحيي الضمير وتقي الجمع من التكسير. ونسألك ما جمعنا وإياكم في هذا المسجد وفي هذا المكان المبارك أن يجمعنا أخرى أبدية سرمدية في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وكما قال الشاعر: تحيا بكم كل أرض تنزلون بها، كأنكم بقاع الأرض أمطار، وتشتهي العين فيكم منظرا كأنكم في ظلام الليل أقمار. فلا أبعد الله قلبي عن لقائكم يا من له في الحشا والقلب تذكار. وهذه خمسة بقيت من شهر شوال عام 39 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والوقت أمره عظيم في القرآن والسنة، فالله تبارك وتعالى ذكره جملة وذكره تفصيلا وذكر الآيات الدالة عليه تبارك وتعالى. فذكره جملة في سورة، قال الشافعي رحمه الله: سورة لو لم ينزل في القرآن غيرها لكفتهم. قال شيخنا الشيخ بن عثيمين في مقدمته على ثلاثة الأصول للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: وقول الشافعي ذلك إنما يقصد به لو لم ينزل في موضوعها إلا هي لكفتهم. وربما يتبادر لذهن الناس أن قول الشافعي في ذلك لو لم ينزل من القرآن مثلها عموم. الشيخ بن عثيمين جلى ذلك وقال: إنما يقصد في بابها لو لم ينزل من القرآن إلا هذه السورة لكفتهم، وهي من قصار سور القرآن وأقصر سور القرآن. ثلاثة سور هي العصر والكوثر والنصر، وعد آياتها جميعا ثلاث آيات. وهذه السورة هي سورة العصر، فالله عز وجل قال: والعصر، والواو هنا واو القسم، والله عز وجل يقسم بما شاء كيفما شاء على الوجه الذي شاء، وليس لابن آدم إلا يقسم بالله عز وجل. صح عنه قال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر، أو قال شك الراوي أشرك. وهنا أهل العلم خرجوا في قوله تعالى والعصر إلى مخرجين، منهم من قال إن الباري عز وجل يقصد بذلك تمام الوقت وكله تبارك وتعالى، ومنهم من قال إنما يقصد به وقت العصر تحديدا. فخرجت هذه الآية على هذين المخرجين، فكانت جمعت جملة وجمعت تفصيلا، فجمعت كلا وجمعت جزءا. والله تبارك وتعالى أيضا قد أقسم بالفجر وأنزل سورة كاملة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأنزل سورة كاملة أسماها الله عز وجل بسورة الفجر، فقال تبارك وتعالى والفجر. ثم أقسم الله عز وجل بليال معينة لعظم شأنها، قال وليال عشر. ثم أقسم الله عز وجل زيادة في التفصيل بأوتار الأيام وأشفاعها، قال والشفع والوتر. كل ذلك ليدلل الباري تبارك وتعالى على عظم وقت الفجر، وهو من الأوقات التي يذهل عنها كثير من عباد الله عز وجل مع ما فيها من البشريات. فالله عز وجل قد ذكر قرآن الفجر فقال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال الطبري ونقل عنه القرطبي وابن كثير رحمة الله على الجميع، قال وقرآن الفجر أي الذي يتلى في صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني إن هذا القرآن تشهده الملائكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: يتعاقب فيكم ملائكة بالليل والنهار يلتقون في صلاتي الفجر والعصر، يقولون أي الصاعدون للنازلين، ثم يقولون للباري تبارك وتعالى وهو بهم أعلم: كيف وجدتم عبادي للصاعدين، وكيف تركتم عبادي؟ قال جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، قال أشهدكم أني قد غفرت لهم. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر،
لا تضامون. قال ابن حجر عليكم السلام ورحمة الله حياكم الله، قال أي لا تزدحمون، لا تضامون في رؤيته. وهذا فيه رد على الجهمية والمعتزلة وعلى الأشاعرة ومن لف لفهم الذين ينكرون رؤية الباري عز وجل في الجنة وفي الدار الآخرة، أو الذين يؤولونها ويحرفونها. قال إنه يقصد بها أنها رؤية حقيقية. قال الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجبون، أي محجبون عن رؤية الباري تبارك وتعالى. وجه الدلالة قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون أي لا تزدحمون في رؤيته. فإن استطعتم على ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، أي صلاة الفجر وصلاة العصر. وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أيضا من صلى البردين دخل الجنة. قال ابن حجر وغير واحد المقصود بالبردين الفجر والعصر. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الصحيح أيضا قال من لم يصلي العصر في جماعة فإنما وتر أهله وماله، عافانا الله وإياكم. وتر أي خسرهم، أي خسرهم، نسأل الله الستر والسلامة والعافية. فالله عز وجل في قسمه بالفجر هنا لعظيم أمر ذلك الوقت ولعظيم الدلالة على فضيلة ذلك الوقت وغيره من الأوقات. ثم أقسم الله عز وجل بعدما أقسم بجزء من الليل أقسم بالليل كله، فقال تبارك وتعالى والليل إذا يغشى، دلالة على عظم ذلك الوقت. وجمع بين هذا القسم وذلك القسم فقال والفجر وليال عشر، أن الليالي فيما بينها تتفاضل، فهي ليست كلها سواء. قال ربنا تبارك وتعالى وليال عشر. روى البخاري من حديث ابن عباس الترجمان رضي الله عنهما قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قال أهل العلم وخرج لفظ الرجل مخرج الغالب، وإلا دخلت فيه المرأة لأن النساء شقائق الرجال. قال ابن القيم رحمه الله وقال شيخ الإسلام مجموع الفتاوى وهذا فيها دلالة جمعا بينها وبين العشر الليالي التي تكون في آخر رمضان أنه في رمضان الليالي أعظم في العشر الأواخر، وفي ذي الحجة فالأيام أعظم من الليالي. واليوم يبدأ من الفجر وينتهي عند المغرب، والليلة تبدأ من المغرب وتنتهي عند الفجر، واليوم والليلة مجموع 24 ساعة بتقسيماتنا المعاصرة الحديثة يبدأ من الفجر إلى الفجر. ولذلك ثم يقسم ربنا تبارك وتعالى بوقت من الأوقات التي تفتح فيها أبواب السماء ويغفل عنها الناس عن الصلاة والدعاء، فقال ربي عز وجل والضحى، ليقسم الباري تبارك وتعالى بهذا الوقت العظيم الذي جاءت فيه الأدلة. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلاة عند الترمذي وغيره صلاة الضحى حين ترمض الفصال، والفصال جمع فصيل وهو صغير الناقة، ورمضاؤها أي من شدة اشتداد الحر عليها فتقوم واقفة لا تحتمل الحر على جسدها وهي باركة. وقال عليه الصلاة والسلام في السلسلة الصحيح عند أهل السنن قال صلاة الضحى صلاة الأوابين، والأواب هو الرجاع، ومنها نقول رجل أواب أي رجل رجاع إلى الله تبارك وتعالى، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجهاد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. وقال ربنا تبارك وتعالى يا جبال أوبي معه والطير، أوبي يعني رجعي ورددي معه صدى ما يكون من تلاوته. نحن في هذه الغرفة نتكلم والصدى يرجع إلينا،
قد كان داود عليه السلام الذي أوتي مزمارا في تلاوته إذا تلا الطير والجبال تردد معه، يا جبال أويبي معه والطير، فتردد معه من جمال تلاوته للزبور. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد يوما كما في الصحيح فسمع عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري اليماني فسمعه يتلو فقال لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. بعض الجهلاء يأخذ من هذا الحديث ويقول النبي قال مزمار فدل على جواز المزامير، قلنا ما يقصد بذلك، ولكن كل صوت جميل يسمى زمر كما عند أهل اللغة، فإنما قال ذلك وعبر بالآلة ليدل على جمال الصوت لا على حل الآلة والمعازف، فلقد جاء صريحا الحرمة في ذلك. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لكي يوضح لنا في صلاة الضحى وما يكون من عظمتها كما عند أهل السنن وأحمد، يقول أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما حييت. هذا مين؟ هذا أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي الزهراني. أبو هريرة طلع الزهراني، أبو هريرة والطفل بن عمر هذول زهارين. عبد الرحمن بن صخر الدوسي الزهراني هذا روى 5374 حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. تعرفون سنن أبي داود؟ سنن أبي داود 5274 حديث، زيد عليها 100، هذه مجموعة مرويات مين؟ أبي هريرة. ذكرت ذلك لتعرف عظم الكتاب، شفت الكتاب الكبير هذا سنن أبي داود، كل مثل هذه الأحاديث رواها أبو هريرة وزاد عليها 100، مجموع ما روى 5374 حديثا. حتى قال صاحب الألفية الحافظ العراقي والمكثرون في رواية الأثر أبي هريرة إليه ابن عمر، هذا رقم 1 في الرواية 5374. وسنذكر ما يكون فيه من جمال حفظه للإيش؟ للأوقات، لما ننتهي عن هذه التقدمة والتوطئة لمسألة القسم بالوقت في داخل إيش؟ في داخل القرآن. قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما حييت. ومن جمال هذه اللفظة لأبي هريرة أن الإنسان أحب الأعمال الله أدومها وإن قل. ليس مطلوبا منك أن تختم القرآن في 3 ليال ثم تتركه ردحا من الدهر. لقد اكتشفنا أنفسنا في رمضان، لأن احنا ممكن نصلي 50-60 ركعة صح، ثم لما انقضى رمضان الواحد منا إلا ما رحم الله ما يستطيع حتى أن يوتر بيش لركعة واحدة. اكتشفنا أنفسنا في رمضان أن القرآن هو هجيرنا، وانت واقف في طابور التمييز والفول، وانت واقف تنتظر كذا، وانت واقف في إشارة المرور، وانت واقف مستني البوردنج، وعندك سفرة، وانت في كذا، القرآن دائما ايش في يدك ما تسيبه أبدا. ثم بعد ذلك أول ما قال بكرة العيد، لو سألنا بعضنا بعضا والإجابة كل يحتفظ بها لنفسه، وأنا أولكم، أنا والله ما كنت عارف أن أنا حقي كلمة ولا حتى وقتها، غير هو ورطنا الله يسامحه، ولا جاي أنا أولى الناس بأن يلقى علي الكلمات، لست أنا ألقي على الناس الكلمات، لكن عادي إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر كما قال ابن مبارك. فالشاهد أيها الكرام الفضلاء، تجد أنه الآن مر 25 يوما أو 26 يوما على اختلاف التقاويم من شوال، كم ختمنا؟ هذا السؤال كل يسأل نفسه وكل حجيج نفسه عند ربي عز وجل، كم ختمنا؟ وقد كان لبعضنا في رمضان 5-6 ختمات 3-4 ختمات. إذا نستطيع، وده حيكون معانا في محور كيفية فن إدارة إيش؟ إدارة إيش؟ إدارة الوقت. فالشاهد قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما حييت. ما هما يا أبا هريرة؟ علمنا الله يرضى عليك أن أوتر قبل أن أنام. علم نفسك هذا أخي الحبيب ولو لركعة واحدة. والشفعي ده القسم الثالث في سورة إيش؟ الفجر. والشفعي والوتر، قالوا الشفع هو كل ما كان عددا زوجيا، والوتر هو ما كل ما كان عددا فرديا. وقالوا المقصود بالشفع يوم 10 من ذي الحجة، والمقصود بالوتر يوم 9 من ذي الحجة. وهذا يدل على عظم هذين الوقتين، يوم 9 صومه يعدل 2 سنة. وأعظم الأيام يوم النحر ثم يوم القر، كما عند الطبراني وعند المنذر في الترغيب
وترهيبه حديث صحيح، أن أوتر قبل أن أنام، وصيام 3 أيام من كل شهر. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. بعض الناس يجرب ويكون في النفس شرة، وإن لكل شرة فترة، يعني يكون في حماس زائد، فتلقى يصوم يوم ويفطر يوم، يمشي على كده شهر شهر، بعدين إيش ينسم أخونا في الله وما عاد يصوم بالمرة، ولا يومين ولا 3 ولا أيام بيض ولا أي حاجة. لا، عود نفسك أخي الحبيب، لو كل يوم بتطلع ريال للفقراء أفضل ما يوم تضع 100 ريال وتقعد الشهر كله بعدين ما تطلع ولا ريال. لو كل يوم زاك الله خير أنك أنت متعود أنك أنت تصوم 3 أيام من كل شهر. قالوا أيهم هذه 3 أيام؟ قالوا الأمر فيها واسع، إن أردت أن تجعلها أيام البيض فلا حرج في ذلك. وقول من قال أن أيام البيض لم يرد فيها حديث قول غير صحيح، قول ضعيف. ورد في الحديث عن أبي قتادة عند مسلم قال صيام أيام البيض 13 و14 و15، النبي حددها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والعرب تسمي أيام الشهر 10 أقسام، كل 3 أيام يقسمونها، 1 و2 و3 يسموه الغرر، غرر الشهر 1 و2 و3. بعدين السدس اللي هو 4 و5 و6، بعدين التسع اللي هي 7 و8 و9، بعدين العشر 10 و11 و12، بعدين البيض 13 و14 و15، وبعدين الدآدئ إلى آخر إيش إلى آخر الشهر. هذه تسمية عند العرب يسمون أيام الشهر 10 أقسام. تريد أن توقع هذه 3 في البيض فيكون لك بذلك الأجران، لا مانع. تريد أن تجعلها من أول الشهر، لا مانع، من وسط الشهر، لا مانع، من آخر الشهر، لا مانع. صام النبي عليه الصلاة والسلام من كل هذه، وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صم من غرر الشهر أو من سرر الشهر. سرر الشهر هو وقت استسرار القمر، هو إيش النصف الثاني الأواخر التي فيه، الله يوفقك ما في مشكلة. جعلت تبغى تخليها طيب مع الاثنين والخميس ما في مانع. قال وجه الدلالة وركعتي الضحى، هذا وجه الدلالة. روى مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة يا ستير، وكل إنس وكل ابن آدم له 60 و300 سلامة، يعني مفصل، يعني جسمك كله فيه 360 مفصل. مطلوب منك كل يوم تطلع صدقة على كل مفصل، يعني مطلوب منك كل يوم كم صدقة؟ 360 صدقة. لو قلنا كل واحدة تطلع عليها هللة، يعني كل يوم تطلع كم؟ 4 ريالات. ركز في الحديث الله يرضى عليك. يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، مطلوب منك هذا استحبابا وليس وجوبا، فأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وإعانة الأخرق صدقة. وجلس النبي يعدد 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 يعدد، طب وين حصل هذه كلها أنا طيب؟ قال ويجزئ من ذلك كله 2 ركعتان يركعهما من الضحى. كأنك كل ما جبت 2 ركعتين الضحى تصدقت بكام؟ 360 صدقة. بالله يا أخواني، أيزهد الناس فيها بعد ذلك؟ ويبدأ وقت الضحى من ارتفاع الشمس قدر رمح، أي 20 دقيقة بعد وقت الإشراق اللي فين؟ في التقويم، أو 15 دقيقة ما في مانع، أقل من ذلك ما زالت لم ترتفع قدر رمح، إلى 20 دقيقة قبل أذان الظهر، واختار ذلك بن باز وبن عثيمين. كل هذا وقت إيش؟ الضحى. وأفضله حين ترمض الفصال، هذا أفضله، اشتداد الحر. طيب إحنا عندنا دوامات، عندي استلامات، عندي كذا، الله يوفقك، خلاص خذ من أوله الله يرضى عليك، ما في مانع، اقعد، وفقنا الله وإياك لكل خير. وخذ الكلام الجميل في وقت الإشراق هذا. هل هناك صلاة من صلاة الإشراق؟ قال شيخنا الشيخ الفوزان ما فيش صلاة إشراق.
إنما هي الضحى. إنما هي الضحى، ما في شيء اسمه صلاة الإشراق. انتهينا الآن سريعا من ذكر الأوقات جملة وتفصيلا فين؟ في القرآن. فائدة قرآنية أيها الكرام الفضلاء، الساعة ذكرت في القرآن معرفة بالألف واللام 34 مرة. الساعة ألف لام سين ألف عين تاء مربوطة، وكلها تعني يوم القيامة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يسألك الناس عن الساعة، كل هذا يوم القيامة. ثم أتت نكرة ساعة، إذا ذكرت نكرة إنما يعنى بها الوقت من الزمن، قل أو كثر، قل أو كثر. إذن أنت مطالب أنك تحافظ عليها، على هذا الوقت. ولذلك يقول الشاعر: وأغلى ما في الدنيا تملك الوقت، وأراه أيسر ما عليك يضيع. قال أنت هذا أغلى شيء أنك تملكه، مو الدراهم، الدراهم تروح وتيجي، لكن الوقت هو ده أنت أغلى شيء. وقلت لكم من قصة أبي هريرة في مسألة الحفظ على الوقت أيها الكرام الفضلاء، أبو هريرة أسلم في فتح خيبر سنة 7/1 محرم سنة 7 أسلم أبو هريرة، ومات النبي في 12 من ربيع سنة 11، يعني جلس مع النبي 4 سنوات و3 أشهر. احذف منها أيام الغزوات، النوم، الروح الجية، ممتاز خلاص بعد هذا، ونخرج ونطلع منها الصافي. لو حسبت هذا وقسمت عليه 5374 حديث، كأنه في اليوم كان يروي 4-5 أحاديث، أو يحفظ في اليوم 4-5 أحاديث. ختاما، مسألة فن إدارة الوقت، قسمه من أول ما تستيقظ من يومك إلى آخر ما تنام. وأعطيكم فائدة واحدة فقط في مسألة المحافظة على ختم القرآن: الجزء من كتاب الله يأخذ 20 دقيقة يا أحبابي بالقراءة المسترسلة المتأنية، فإن زدت حذرا 15 دقيقة تأخذ منك الجزء من إيش؟ من القرآن. إن بكرت إلى المسجد مع الأذان فصليت ما تيسر لك من الراتبة القبلية ثم مسكت القرآن، تستطيع في كل 6 أيام أن تختم إيش؟ نختم كتاب الله. هذه أيسر وأسهل طريقة. ختاما، دعاء لا تسيبه عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة بسند صحيح موقوف له حكم الرفع: قال ابن عمر: من قال حينما يأوي إلى فراشه قبل نومه وبعد الصلاة الله أكبر كبيرا عدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركات 3، لا إله إلا الله عدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركات 3، كنا له نورا في القبر ونورا على الجسر ونورا على الصراط حتى يدخلنه الجنة. وصلى الله عليه وسلم.